التواضع صفة لزمت مباريات الوداد منذ بداية الموسم. بطل المغرب تخلص أخيرا ولو لحين من هذا الرداء البالي. استعرض عضلاته أمام بطل غانا أدوان ستارز. عبد الرحيم بن كجان افتتح عداد الأهداف في الدقيقة 13. بطل غانا الحديث العادي بمسابقة القارية بدا تحت رحمة ظروف لم يعهدها، برودة الطقس وحرارة مدرجات عجت بقرابة 30,000 متفرج. محسن ياجور ضعف تقدم الوداد بهدف ثان عند انتصاف الشوط الأول. خلال الدقائق 30 الأولى كان أداؤنا سيئا للغاية، تلقينا 3 أهداف في ظرف وجيز، ذاك ما صعب من مأموريتنا. الفريق البيضاوي سيطر طولا وعرضا على مجريات الشوط الأول. تفنن لاعبوه في إضاعة فرص كان بإمكانها حسم التأهيل نهائيا منذ مباراة الذهاب. قطب الدفاع العلوي وبنكجان كان الأخطر على مرمى بطل غانا بفضل استغلالهما الجيد للكرة الثابتة. الوداد انتظر آخر لحظات الشوط الأول ليطمئن على انتصاره بفضل ثنائية ياجور. 3 أهداف مقابل لا شيء، نتيجة إيجابية. الأهم أننا استعدنا نغمة الفوز بعد صيام طال، واستعدنا مع ثقتنا بأنفسنا وثقة جماهيرنا بنا. تعددت فرص التهديف خلال الشوط الثاني، لكن النتيجة ظلت على حالها. ثلاثية نظيفة تبدو الأمور معها مطمئنة للفريق الأحمر، لكن رغم ذلك تبقى النتيجة ملغومة بالنظر لظروف الأدغال الإفريقية، وبالنظر أيضا لقيمة المنافس كونه بطل غانا المونديال.